قادمين ظنون، وكل علو يرتفع ضد اختبار الله، معرفة الله يعني. كل علو ليه؟ لأن بعض أحيان الموجة دي جاية بتطلع حاجة اسمها كبرية. تسمع عن الكبرية؟ الكبرية محوره، الكبرية مش دايما كبرية، الكبرية لا يعني واحد ماشي منفوخ. الكبرية ببساطة تعني انحصار في الأنا. فبابل طول الوقت الموجة بتاعتها جاية بتقول وانت أخبارك إيه؟ في الدوشة دي كلها انت أخبارك إيه؟ ويبان الفكرة كأنها فكرة كويسة، الفكرة بتطمن عليك. طب وانت عملت ايه لغاية دلوقتي؟ طب ما انت ما عملتش حاجة. والفكرة دي اما تطلع انا جدع وانا لازم اكون مهم ولازم اكون اهم واحد ولازم يبقى شكلي باين ولازم كل الناس تعرفني وحقي وكرامتي ومش عارف ايه، يا اما تطلع انا مش قادر اعمل ولا حاجة من الحاجات دي فانا دودة انا، فتطلع صغر نفس، وصغر النفس كبرية. تقول لي لا ده صغر نفس عكس الكبرية، اقول لك اه بس هو جايين من نفس النقطة اسمها الانا، لان انا مش قادر اطلع فانا بنزل. هادمين كل علو ليه؟ لان الانحصار في الانا، العلو ده ايه؟ ده الانا، الانا ده بما يشمله صغر النفس، بما يشمله الكبرية، بما يشمله وانت اخبارك ايه، انت عملت ايه، منظرك قدام الناس اخباره ايه. لو انت خادم انت 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 شكلك اخباره ايه؟ لو انت في الشغل انت عملت ايه؟ لو انت بتشتغل في السوق حوشت لغايه دلوقتي كام؟ لو انت ايا كان القصه كلها الانا، ومخابط في الانا بتاعتك ويقول لك شكلك حقك كرامتك قدام الناس، او انت ولا حاجه، كل ده أنا برضو، ده كل ده علو بيقوم واقف ما بينك وما بين اختبار أنك ترى الله وجها لوجه. أن طول الوقت روح بابل مش عايزك ترى الله وجها لوجه. الدين اعمل اجتماعات، صلي زي ما أنت عايز، بس في حاجة واقفة، علو واقف ما بينك وبين الاختبار. إيه العلو ده؟ أنا، أنا ده بإيجابياته، أنا ده بفشله، أيا كان الأنا. فانا واقف في حته، والقصه ان بابل دايما هي ضد المسيح، فبتقف ضد انك تختبر معرفه وجه الله، فبتقف بكل علو فما تشوفش، او تبقى واقف قدام ربنا بس في حاجه واقفه ما بينك وبينه، حاجه عاليه كده، مشكله، والمشكله كلها الانا. لا خليني اشرح لك اكتر، انا عارف انا عايز اقول ايه بس يمكن ما بطلعوش. في بعض الأحيان المشكلة مش الأنا، المشكلة في مشكلة حصلة بس أنت حطتها لأن الأنا عندك مهمة، فأنت حاطت المشكلة، يا إما ربنا يحلها. فكل مرة بتقف قدامه المشكلة هي اللي في وشك، كل مرة بتقف قدامه القصة هي اللي في وشك، الجرح هو اللي في وشك، الجبل اللي ما تنقلش هو اللي في وشك، والقصة كلها أنت محتاج تشوفه هو، فالجبل ياخد مكانه ويتنقل بسهولة. اهتموا بما فوق حيث المسيح جالس. ليه؟ أول ما عينك بتبص عليه هو بتعدي المشكلة، وعينك تبص عليه هو المشكلة بيتم حسمها. لما بتوقف المشكلة ما بينك وما بين الرب، ناس كتيرة بتحضر اجتماعات أنا جايب عندي مشكلة، حلو قوي، بس أنت واقفة قدام المشكلة ولا واقفة قدام الرب؟ اه انا مش قادر اشوف ربنا عشان المشكله واقفه قدامي. نو لا لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. كل اللي جم في الكتاب المقدس حتى ما كانش جواهم ايمان بس جايين شايفينه، المراه نزفت الدم جايه، انا مثبت عينيا، مش بصه، مش في دم ولا فيش دم، في دم ولا فيش دم، في دم ولا فيش دم، لا هي بصه لي، بصه الهود بثوبه، لمست هود بثوبه، هنا عرفت في نفسها انها قد برأت من دقها، لسه ما شافتش في دم ولا ما فيش دم. قصة كلها انت بص على ايه؟ باصص على خفيت ولا ما خفيتش لسه، ولا بص على هود بثوبه؟ هنا القصة. انا عارف بتكلم في حتت جميلة، في ناس مش مبسوطة بس رائع. ظنون ده نمرة واحد، ده الراديو علو يرتفع ضد معرفة الله. مستأثرين ايه؟ فكر اتاري، ده ظنون علو وفكر، كل ده جاي من فين؟ ده صوت العرب، ده صوت العرب، صوت العرب شغال.
صوت العرب معدي، فتلاقي فكر، تجد ظنون، تجد أنا، طب والأنا، طب تبقى قاعد سرحان كده وفجأة تستقبل الموجة، بعد تقوم جايب الموجة، بعد كده دوشة تاني وبتقوم جايب موجة تاني، دوشة تالتة وتجايب موجة تاني، فتتحول بقى ما بين تنقل كده موجة ظنون على موجة أنا، على موجة فكر، على موجة حصون، وكل ده إيه؟ بابل شغال عشان يثبت الشر في الأرض. أنا بكلمك أنت عشان أنت اللي قدامي وأنت ولاد الرب. أنا عايز أقولك ده اللي بيحصل في العالم طول الوقت، ده اللي بيحصل مع مديرك في الشغل، ده اللي بيحصل مع جيرانك اللي حواليك. هم طول الوقت بيستقبلوا صوت العرب وبيرددوا صوت العرب. العالم كله بيردد صوت بابل وقيم بابل، هنحكي عنها. اوكي تعالوا فاكرين اول قصتين لبابل في الكتاب المقدس، حكينا عنهم من اسبوعين. نمرود كان مملكته في بابل، وبعد كده لما جم عملوا البرج، نصنع في تكوين 10 وتكوين 11. تكوين 10 نمرود كان مملكته في بابل، تكوين 11 الشعب لما بطل يرتحل جم لارض شنعار وقالوا نبني لانفسنا برج لنصنع لانفسنا اسما. فاكرين؟ فبابل بتحمل ادي اول حاجتين، كبرية وتمرد. تمرد ده نمرود، كبرية ده نصنع لانفسنا اسم. حد فيكم استقبل مره موجه تمرد على جواه؟ طيب التمرد طبيعه بابل، التمرد طبيعه بابل، الكبرية طبيعة بابل. إنك تتسدد رغباتك وتدفع الثمن طبيعة بابل. أقرأ لك آية في سات يوحنا الأولى، كلكم عارفينها، سات يوحنا الأولى صح 2. أنتوا لسه هنا؟ أوكي. 2:16. كل ما في العالم، يعني كل ما في بابل، يعني أعلى مفخير العالم، شهوة جسد، شهوة عيون، تعظم معيشة، ليس من الآب بل من العالم. شهوة جسد، شهوة عيون، تعظم معيشة. وخلي بالك هو مش بيتكلم عن النجاسة بس، مش بيتكلم عن حاجات جنسية، يعني هو بيتكلم عن كل حاجة، بيتكلم عن كل تريد، عن كل تجارة بتحصل ما بين الناس. لأن فاكرين في تكوين في سفر الرؤيا 18 يقول لك إن بابل كانت بتتاجر في نفوس الناس وأجسادهم. عارفين الآيات دي ولا؟ كانت بتتاجر في نفوس الناس وأجسادهم، لأن القصة كلها قصة تجارة. أنت عايز إيه؟ عايز حاجات جسدية، مش شرط نجاسة، كل حاجة بما يشملها النجاسة. عايز حاجات نفسية، ما هو شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، دول تريد، ده تجارة. حط الثمن وأنا هديك اللي أنت عايزه. ده بابل، ده روح بابل. أنا لو قلقت شوية زيادة هحل المشكلة. فالتجارة بتحصل على ذهنك، التجارة بتحصل على قلبك، التجارة بتحصل على قداستك، التجارة بتحصل على عينيك، التجارة بتحصل على أحشائك. فده اللي خلى الخليقة دي تتردم فينا، لأن بابل حامين بنستقبلها مش مدركين إن احنا مش من هنا. أنا منفصل. الخليقة الجديدة دي قوة، الخليقة الجديدة دي نور، الخليقة الجديدة دي طاردة للدبان والموجات بتاعت صوت العرب بتاعت بابل، طاردة. أنت محتاج النهاردة توقف الاجتماع تقول أنا منفصل، أنا مش عايز استقبل الصوت ده، مش عايز استقبل تمرد ولا كبرية ولا تاجر مع بابل بشهوة جسد، شهوة عين، تعظم معيشة. القصة كلها فيها انحصارات مش من هنا أصلاً.